اعتراض داخل بعنوان ولادة الهرمونوتيك مع ويلهام دولتايم بين علوم الفكر والعلوم الدقيقة. ركز ويلهام دولتايم مولود 1833 وتوفي 1911. عمله بشكل أساسي على تطوير طريقة خاصة بعلوم الفكر على مسافة متساوية مع العلوم الدقيقة أو مع الفلسفة الوضعية. أتبع الواحد المنهجية الاختزالية والميتافيزيقا المثالية التي تعتبر مجردة وأسطورية. هنا ربما يمكن العودة إلى بشكل أساسي إلى مقدمة لعلوم الفكر التي ألفها سنة 1883، وأيضا بناء العالم التاريخي. قبل عمل ويلهام دولتايم ظلت الهرمونوتيقة في الغالب محصورة في مجالات معينة مثل علم اللاهوت أو فقه اللغة أو القانون، وهذا الأمر يمكن أنه نراه في مداخلة لاحقة مع شلايرماخر. إنه الذي لا يحدد فقط مجموعة من المعارف والتخصصات التي لها سمة مشتركة علم الفكر، بل هو الذي يخصصها بالتأويل، يخصها بالتأويل بطريقة محددة بالمعنى المزدوج للأصل والشكل المناسب مع احترام الفردية التي يستهدفها التاريخ. المعرفة والقدرة على توفير المعرفة في نمط إعادة البناء للتأويلي بناء الهرمونوتيقي. ومع ذلك فإن دخول علم التأويل هذا في الخطاب الفلسفي سيكون له عواقب دائما على تطور الفلسفة والعلوم الإنسانية في القرن العشرين. وللمفارقة ينبغي للمرء أن يضيف المزيد عن التطور الأول أكثر من الثاني، أنه في الواقع ودلتاي أنه سيكون من الممكن تحدث عن التأويل الفلسفي، عن الهرمونوتيقة الفلسفية، وأننا سوف ننتقل من المعنى السابق للتأويل كأسلوب للتفسير إلى المفهوم الفلسفي للتأويل. لا يمكن أن نفكر في التأويل من الفلسفة، ولكن العكس من ذلك، سنرى علاقة تأويلية بالعالم تتجاوز أي نظرية وأي شيء. الإلهام والعائلات المختلفة للتيار التأويلي ليست موضوع، ولكن ليست موضوع بالنسبة لدولتايم. ولكن يجب أن نتذكر أن المصطلح غالبا بطريقة غامضة بشكل غريب ما يأتي يمكن استدعائه لتعيين أشياء فلسفية غير متجانسة للغاية. يشمل هذا التيار الطيف الذي يتراوح من الأفكار المستوحاة من نيتش أو هيدغر إلى مختلف الأفكار ما بعد البنيوية، ويذهب أحيانا إلى أبعد من ذلك ليشمل الأفكار الديالكتيكية النابعة من الكانتية، ولا سيما في السياق الأمريكي، بحيث الفلسفة التحليلية ما بعد الحديثة التي استقطبت البنيوية وجعلتها تلعب دورا هاما. لا شك أن المسافة تحطم المنظورات، لكن تبرز الكتل الكبيرة من الأفكار المحتشدة والمتداخلة. شاهد على هذا الامتداد الدلالي الذي أخذته من الأدب الذي يمكن المرء أن يتخيل أنه وفير للغاية. هو على سبيل المثال يعني الكثير من الأعمال التي ربما تعود إلى أورميستون وألان ونيتش وإلى نانسي، يعني ربما والذي يتضمن نصوص كتبها فوكو وكريستيفا وديريدا وفرانك وهامشر ونانسي، يدخل دولتايم بشكل أكثر عمومي سياق لحظة 1900 بطريقة تخطيطية بالضرورة. كيف في 1900 هو مولد الهرمونوتيقة؟ كيف حتى عندما كانت العلوم الدقيقة تشهد نمو مستمر، في أن اللجوء إلى التأويل جعل من الممكن تحديد الخصوصية من مستوى آخر من المعرفة بمجرد إجراء هذه النظرة العامة بسرعة؟ يمكن الالتزام بأن نص دولتايم الذي نشر عام 1900 بعنوان ولادة الهرمونوتيقة ولادة التأويل يعني هو ملخص تاريخ التأويل الذي يحتويه والذي يشكل النص النقدي ولحظة لغوية هامة جدا. وينبغي تقدير أهمية هذا النص وهذا الزمن في ولادة الهرمونوتيقة في فكر دولتايم وخروجه من الوضعية نحو الفلسفة الهرمونوتيقية. على التقويس صحيح كل مرة أن يدرك في عام 1900 ارتباط أو كوكبة يعني تفسيرية ستحدد بشكل دائم الخطاب الفلسفي والعلوم الإنشاء الإنسانية علوم الفكر بشكل عام. إنه في هذا السياق يمكن الاستفادة من المعرفة الهرمونوتيقية، وقد فعل ذلك بشكل خاص في ولادة الهرمونوتيقة، وهو نص موجز ولكنه حاسم. على المستوى التاريخي يمكن توضيح أهميته، لأنه يشترط فهم تاريخ التأويل في القرن العشرين. وعلى المستوى الفلسفي نحن مدينون صراحة
جلدتي بإدخال علم التاريخ في المجال الفلسفي. إذن 1900 بداية هو زمن التأويل. شهد عام 1900 سلسة من الأحداث المميزة على المستوى الفكري. يموت نيتشه صامتا بالفعل منذ أكثر من عقد، ولكن قبل كل شيء سرعان ما يتخذ مظهر نبيا حديث. في نفس العام نشر فرويد كتاب تفسير الأحلام، ودلتي كتاب عن تاريخ التأويل أو مولد الهرمنوتيقى. بشكل شرعي لحد ما نحن ندرك الفكرة التأويلية تحت ثلاث من شخصياتها التي تفترض كل على طريقتها الخاصة استحالة الميتافيزيقا. في نيتشه يشير التركيز على التأويل إلى فشل إدعاء الفلسفة في ترسيخ نفسها كعلم، والوهم ذاته للعلم الاستبدادي. يتم إعادة إدراج التشيء في لعبة قوى متعددة، التأويل عبر عن حالة المنظور هذه العلاقة بالعالم، مع فريد أنه مجال جديد لا يمكن الوصول إليه من خلال الملاحظة أو التجربة المباشرة، وهو موضوع منهج غير مباشر تسمح الأحلام بدراسة العقل الباطن المتوقع فيها. إنها مسألة إيجاد التقنية المناسبة لإبراز المعنى في اقتصاد الرغبة. يقول فريد: يجب أن أؤكد أن الحلم له بالفعل معنى، وأن عملية علمية تفسير الأحلام ممكن أو تأويل الأحلام ممكن. أخيرا بالنسبة للجيف، أن التأويل هو الاعتراف بشيء معين من المعرفة في العالم التاريخ، موضوع التأويل واقتراح الوصول المناسب. التأويل طريقة علوم الفكر. تعد تقنية التأويل التي هي التأويل بضمان معرفة صالحة عالميا للفرضية التاريخية. إن الاهتمام بأسلوب قراءة الظواهر ينبع إلى حد كبير من ظهور الأفكار التي طرحت بشكل مختلف فرضية أن الشيء نفسه لا يمكن الوصول إليه، وأنه يجب علينا أن نكتفي بلقطات نسبية في قراءتنا لهذا الشيء، في تعليقنا على هذا الشيء، وفي إدراكنا لهذا الشيء. في هذا الصدد، فإن تجسيدات الكانتية الوضعية المختلفة التاريخية أو حتى التقاليد الذاتية للفكر التي تكتسب في علم النفس شكلا علميا تعبر عن مواقف متقاربة بطرق مختلفة. نتفق على الاعتراف في التجربة الذاتية بمجموعة من القيود التي تقصد بشدة الإدعاءات على معرفة الأشياء نفسها، لدرجة أنه سنشعر بطموح واقعي قوي في بداية القرن العشرين. من كلمات هوسير: إن فن نهاية القرن بالرمزية والانتباعية يترجم أيضا بطريقته الخاصة التخلي عن المظاهر والتخلي عن الطبيعة التي أصبحت عابرة ومتقلبة. سطح زنابق الماء كيف لإعادة بناء العالم كما نشعر به، لدرجة أنه لا يهم كثيرا ما إذا كان من الوهم الذي نراه، أو أن كاتدرائية روما بنفس موني لا تصبح لنفسها في المسلسل الذي يصنعه الرسام منها في أوقات مختلفة من اليوم وفي مواسم مختلفة، ولكن لمظهر فريد في كل مرة. ولكن إذا تخلى تيار فكري كامل عن نفسه في لعبة المظاهر، فإن الحاجة إلى جيد شيء خلف هذه المرآة تصبح حاجة ملاح. في الواقع يمكن مقارنة الموقف في بعض النواحي مع تلك التي كانت من الممكن أن تؤدي إلى ظهور الرومانسية. قد ساهم فائض الفكر والتجديد وعالمية التنوير في تغذية التطلع إلى الشعور والعاطفة والخصوصية الملموسة التاريخية أو المحلية، وعاد المشهد بطريقة ما تحت تأثير المعرفة الوضعية سواء في العلوم الطبيعية أو في العلوم التاريخية. بدأ السأم والملل منذ الرومانسية، لم يكن هناك نقص في مرشحين لتسمية هذا ما وراء المظاهر بين اللاوعي والحلم وإرادة شوبنهاور للعيش أو الأسطورة أو الروح الجماعية أو الأمة أو الحياة. أدرك المفكرون الذين وضعوا استراتيجيات تأويلية في مطلع قرن إصرار على نظام آخر للواقع. لا تستطيع المعرفة العقلانية والنسبية توضيحها، ولكنها لم تتخلى بالضرورة عن مطالب العلم. يجعل اللجوء إلى التأويل من الممكن صياغة نظامين وجوديين متميزين ومرتبطين سرا، حيث لا يمكن الوصول إلى الثاني إلا من خلال الأول. وهكذا يمكن أن نفترض أن الاهتمام الذي أثارته التأويلية الهرمنوتيقى سوف يتوافق مع رد فعل واقع على فقدان الجوهر الذي لا يمكن كبته بسبب تطور العقلانية العلمية. يتم التعبير عن هذا الطموح على سبيل المثال في المراسلات بين دولتي والكونت يورك في شكل رفض مشترك ما يسمونها الإسمية، والذي من المفترض أن يمثل مآزق العلم الحديث وميلها الفردي النفعي والذري. رد فعل هذا ليس جديد في هيكله، إنه جزء من استجابة الرومانسية ضد الآثار المدمرة لعصر التنوير الذي وصفه جاكوبي بالفعل بأنه عدم في القرن 18 أو آثارها السياسية. لكن هنا يأخذ شكل معين، أن الطموح الواقعي الذي لا يمكن إنكاره والذي يترجم إلى الرغبة في الذهاب إلى الأشياء نفسها يخفف، وهو شعار الفيمولوجيا الهوسرية، يخفف من خلال الإدراك الحاد لمآزق أي أنطولوجيا ساذجة تحكم المنهج الدائم. ولكن دون انغلاق يقف
التي على هذه الدلالة، لكنه ليس الوحيد الذي يصر على ضرورة التأويل، سواء في غياب المعرفة نيتش أو بشكل مباشر من أجل المعرفة فرويد. إذا اتفقنا بشكل عام على الاعتراف بالحاجة إلى التأويل، فإن القضية الحاسمة في لحظة 1900 هي تحديد المكان الذي يجب إعطاؤه لها أو إعطاؤها له. سيحاول البعض اللعب على الاعتراف بنظامين وجوديين لصالح النسبة الراديكالية لما سيكون مجرد مظهر، والذي سيتم تحديدها لاحقا على أنه هرمونيوتيقا الارتياب أو تأويلية الشك. المستوى العميق الناشئ عن إعادة البناء آنذاك تصبح النقطة المحورية التي تجعل من الممكن إعطاء معنى لطبقة المظاهر. وسيسعى آخرون إلى التعبير عن مستويين مثل الدلتي، وسيسعون جاهدين لإخراج وضوح صالح كونيا، ولكن من خلال ترسيخ المنهج التأويلي في فلسفة الحياة. فتح دلتي أيضا طريق لاستغلال التعارض بين الأمرين. ثانيا، ولادة تاريخ العلم التأويلي في عام 1900. يعني في عام 1900 نشر دلتي مقالا موجزا مكرسا لتكوين التأويل، لتاريخ التأويل، لميلاد التأويل، ميلاد الهرمونوتيقا الذي كان من المفترض أن يكون له ثروة مذهلة. وقدمت في شكل واضح للغاية ملخصا عمليا لأصول هذه التقنية القديمة التأويل. في الوقت نفسه قدم دلتي صراحة الموضوع الهرمونوتيقي في منظوره الفلسفي، ولم يعد في إطار تاريخي بحت. قبل النظر في النطاق الفلسفي لهذا الانحطاف، من المفيد النظر في العرض اللي قدمه عن علم التأويل، فقد شكلت هذه الصفحات 15 المصدر الرئيسي للمعلومات حول تاريخ التأويل خلال القرن العشرين، بما في ذلك الفلاسفة الذين يدعون تراثا تأويليا. وهكذا فقد ساهموا في فهم ما يمكن أن يفعلوه من نشاطهم. تذكر دلتي أولا الاهتمام بالعودة إلى هذا التخصص لتطوير معرفة علمية للفرد لا يمكن إنتاجها بشكل مباشر، لكن فقط من خلال تفسير تعابيره التي لها شكل من الموضوعية. لكن في الفن وخاصة في الشعر يتم تحقيق أعظم تفرد للعالم البشري، أو بعبارة أخرى يظهر الأفراد أنفسهم بشكل كامل كأفراد. ولذلك فإن دلتي يلجأ إلى جانب المعرفة النصية لإيجاد طريقة لتأويل تعبيرات الحياة الثابتة بشكل دائم عن طريق الكتابة. ويذكر العرض التاريخي نفسه بإيجاز الوضع في اليونان القديم مع المشاكل التي يطرحها تفسير وميروس ودور السلطائيين وأرسطو والبلاغة، ثم تكوين المدارس اللغوية في الإسكندرية وتطوير التفسير المجازي في الرواقية، ثم في بريغامس أخيرا استئناف هذا التعارض بين التفسير الحرفي والتفسير المجازي في المدارس اللاهوتية في أنطاكيا والإسكندرية. إنه أولا وقبل كل شيء عرض مكثف لكنه واضح دائما، والذي يذكر بالتوترات والقضايا. وكذا يشرح أولا أنه كان على المسيحية أن تطور تفسيرا للكتاب المقدس عن طريق النسج بين التجاوزات الحرفية اليهود والتجاوزات الغنوصيين المجازية. تبدأ المرحلة الثانية في العصر الحديث بفلسفة إنسانية وتفسير كتابي. يعطي دلتي كما في دراساته التاريخية التي جمعت في مفهوم العالم وتحليل الإنسان أهمية أكبر للإصلاح أكثر من عصر النهضة. وبنفس الروح فهو لا يضع التكوين النهائي للتأويل في فقه اللغة، ولكن في تفسير الكتاب المقدس، وبالتحديد مع ماتياس فلاسيوس إليريكوس ومفتاحه في الكتاب المقدس لعام 1567. طبقا لدلتي نجد هناك لأول مرة جوهر قواعد التفسير المكتشفة حتى ذلك الحين متحدة في مجموعة تعليمية، وهذا بفضل الافتراض بأنه من خلال العمل بطريقة تتوافق مع الفن وفقا لهذه القواعد كان علينا أن نأتي إلى فهم كوني عالمي. من الرموع واضح أن دلتي يربط بشكل وثيق بين البحث عن طريقة مدروسة للتفسير مع تطور الخلافات الدينية المرتبطة بالإصلاح والإصلاح المضاد، تماما كما حث بروتستانت الكاثوليك على التواصل إلى تفسير منهج الكتاب المقدس استند إليه كلا الجانبين. ادعم المجمع تيرنت 1545-1563 للإصلاح إلى إجابة، نظرا لأن ترايدنتين ولسيما بالأرمين جادل بأن الكتاب المقدس وحده لم يجعل من الممكن الوصول إلى معنى واضح، ولكنه يتطلب مساعدة التقاليد والكنيسة. سعى فلاسيوس إلى لإظهار أنه يمكن يكون هناك تفسير صالح كونيا للنص وحده. وفقا لما قاله دلتي فقد أدرك أن هناك وسائل وقواعد لتحقيق ذلك لم تستطع التأويلات السابقة تحديدها.
أن الولادة الأولى للهرمنوتيقى التي تفترض الطموح العلمي تقع بالتالي في سياق الإصلاح الديني، أنه عمل اللوثريين أعاد دولتي بناء شروط طريقة فلاسيوس من عنصرين، التدين الخاص بالبروتستانتية وأدوات الخطابة كما جددها ميلون شتون. يلاحظ دولتي أن استخدام البلاغة أو الخطابة يحد من التأويل إلى نهج خارج عن النص، يصبح الأخير آلية منطقية يمكن اختزالها إلى مجموعة من القواعد الفردية بعيدة عن المؤدى. لحظة العظيمة الثالثة في تاريخ دولتي هي تأويلية شلايرماخ الذي يتجاوز المقاربة الشكلية والبلاغية لأسلافه ليأخذ في الاعتبار على جميع المستويات الفردية والشكل الداخلي والخارجي للعمل الأدبي. يؤدي ربط تفسير الشكل الداخلي للعمل وهدف علم النقد إلى النقطة التي ينوي فيها دولتي بوضوح ربط مشروعه الخاص بمستوى تفكير الفلسفة المتعالية لكانت ومع مراعاة الانشغال الجمالي للجيل الرومانسي. كان شلايرماخ قد فتح الطريق أمام نظرية القيمة المعالمية للتفسير التي تجمع بين إعادة البناء النحوي والداخلي النفسي في فهم العمل، وبذلك سيتجاوز الجوانب الشكلية البحث لإسلافة. تجر الأشارة إلى أن هذا التلخيص الموجز لتاريخ التأويل لا يغفل جعله غزوا بروتستانتيا، ولا يشكل سلفه البارز في شخصية شلايرماخر، ويجسد اتحاد فقه اللغة وعلم النفس عرض فلاسيوس الوحيد الذي تم تطويره إلى حد ما، ويؤدي مباشرة لهذه الذروة بقدر ما يستخدم دولتي بالفعل مقولات المستعارة من شلايرماخر مثل التفسير النحوي والمبدأ النفسي أو التقني، ولا يظهر على هذا النحو عند فلاسيوس. من ناحية أخرى، من أجل الانتقال سريعا من واحد إلى آخر، فأنه يذكر الروابط الوسيطة فقط، وخاصة سيغموند بومغارتن وتلاميذه الرئيسيين علم اللاهوت من لايبزيغ إرنستي الذي كان مؤلف أحد الكتيبات التي استخدمها شلايرماخر في رسوماته النظرية الأولى، ويتم تجاهل قطاع كامل من علم التأويل تأويلات العمل التوجه المنطقي والذي لا يذكر في نهايتها سوى ماير بشكل سطحي، ويلخص رسم دولتي تخطيطي التقدم في علم التأويل من خلال التذكير أولا بالأصول القديمة ثم التجديد بسبب الإصلاح، وأخيرا تكوين التأويل الفعال على مفترق طرق المعرفة التاريخية والفلسفة المتعالية الكانتية، مهما كانت موجزة ولا شك بحكم صفاتها التربوية البيداغوجية، ورد نفسه إلى حد كبير باعتبارها جوهر المعلومات المفيدة التي يجب معرفتها عن تاريخ التأويل وحتى هذا السنوات الأخيرة. وهكذا نأخذ مثلا واحد عندما يتعاهد غادامير ضمن في كتاب الحقيقة والمنهج بتلخيص التساؤلات التأويلية في تاريخ النسق، فإنه يكرر إلى حد كبير فترة دولتي وامتيازه الممنوع للتأويل اللاهوتي بالإشارة إلى مقال عام 1900 في بداية الجزء الثاني من العمل، فقد تبعه كما أظهر دولتي جيدا في انتخاب الإصلاح والاستجابة لمجلس ترينت كلحظة تأسيس الهرمنوتيقى مع السعي إلى عدم تقديم عصور ما قبل التاريخ لتفسير القرن 19 بناء على افتراضات وقضايا دولتي. لكن انتقاده لدولتي لا يبعده عن الاعتماد على اختيارات، انتقاد غادامير لدولتي لا يبعده عن الاعتماد على اختيارات، ويظل الضمان التاريخي الرئيسي قبل استحضار مدى استئناف خيارات دولتي في تاريخ التأويل، والتي تؤدي عموما إلى سلاسل أنساب متفق عليها تتراوح من الإصلاح إلى غادامير مرورا بالمراحل المتفق عليها من شلايرماخر ودولتي وهايدوغير، نجده عند ريكير أو فاتيمو يعني، وخاصة في كتابه لقد حان الوقت للنظر في نوع الكتاب الهرمنوتيقي. نص المنشور في عام 1900 يأخذ محاضرتين ألقاهما دولتي أمام الأكاديمية البروسية للعلوم في عام 1896 و 1897، يعود للصفحات المخصصة لفلاسيوس إلى الدراسات التاريخية التي تنتمي إلى مقال النظام الطبيعي لعلوم الفكر لعلوم العالم العقل في القرن 17 نشر عام 1892-1893 على جزئين، تم تصنيفه في المجلد الثاني من الأعمال. يعود هؤلاء إلى شلايرماخر، خاصة العمل المبكر يعني الذي أعده والذي ظهر في الجزء الأول منه قبل 30 عام على الأقل. هذا هو الذي ظهر. عندما ننظر عن كثب إلى هذه المصادر نرى أنها في الواقع أكبر سنا، ونعود إلى الكتابة التي تم إجراؤها في ربيع عام 1859 للمشاركة في مسابقة جمعية شلايرماخر التي كان موضوعها كما يلي: التنوير المساهم الخاص لتفسير شلايرماخر من خلال مقارنة مع محاولة
كانت سابقة في هذا العلم بالتحديد من قبل إرنستي. كان دولتي يبلغ من عمر آنذاك 26 عام ووجد طريقة لتمويل دراسته. تم تتويج هذا النص المؤلف من 200 صفحة في مارس 1860، لكن دولتي الذي كان يدرك أوجه القصور بسبب سرعة العمل رفض نشره. لم يعلن مارتن ريديكر في المجلد الرابع عن ذلك حتى عام 1964، أي بعد أكثر من قرن من الزمان، والذي يجمع المواد التي تم جمعها لاستمرار حياة شليرماخ. في الوقت الذي كتب فيه دولتي مذكراتها لم تكن هناك دراسة علمية حول فلاسيوس. لم يظهر مجلد يعني آنذاك، حيث أن هدفه هو تسليط الضوء على التاريخ الفكري والروحي للحديث. تفرض قيود كتابة المنافسة بالضرورة تطورا غائيا، والذي يتوج بطبيعة الحال بشليرماخ الذي بدأت مراسلاته وكتاباته من شبابه التي ظلت مجهولة في نفس الوقت بالظهور. ربما نص منصور عام 1900 بالاعتماد على بعض الذكريات. عندما ظهرت يعني الطبعة الأولى من كتاب الحقيقة والمنهج لقادمير سنة 1960، كان نص دولتي المبكي لا يزال غير معروف. كنا نعلم ببساطة أنه موجود، ولهذا السبب لا يستخدم قادمير معتمدا على ملخص عام 1900 ومصادر أخرى. لكنه سوف يلحق بالرغم في النهاية في الطبعة الأخيرة من الكتاب عام 1986، لاحظ بشكل ملحوظ حول مقال ولادة الهرمنوتيقة. في هذا الأثناء نشرنا النسخة الأصلية العلمية للغاية، وفي اختيار نصوص التأويلية التي نشرها سنة 1976 مع جودفريد بوم، يستشهد قدمير على تهويسها بالصفحات الموجودة حول فلاسيوس، موضحا أنها لا تزال حتى اليوم أكثر العروض التقديمية كفاءة وتقديرا لمنظور تاريخي لهؤلاء المؤلفين القدامى. كانت هذه ثقة مشتركة على نطاق واسع. يمكن المرء أن يختلف مع الفيلسوف دولتي، ولم يقل ثقة المرء بالمؤرخ دولتي عندما قدم هايدغر المفهوم التقليدي للتأويل في محاضرته في فرايبور عام 1923، اعتمد بشدة على مقال عام 1900. بعد قادمير وبوم اتبع العديد من مؤرخ التأويل بشكل مباشر أو من خلال واسط معينة نصوص دولتي، وكذلك عادوا إلى يعني ربما شليرماخ مثل ماريستيو في رارس وفاتيمو في كتابه تاريخ الهرمنوتيقة الذي نشره سنة 1988، والذي يستشهد بكتاب عام 1860 على نطاق واسع. وكذا يستمر نص عام 1900 لدولتي في إملاء اختياراته السرية من خلال نموذجه، ولكن أيضا بشكل مباشر عندما نكتفي بالإشارة إليه ضمنيا من خلال ترجمات الفرنسية لعام 1947 وعام 1995 التي تم تداولها عن نطاق واسع. نجد يعني أصول وتطورات علم التأويل كعنوان عند جورج غوستورف أصول الهرمنوتيقة، كما أنه يلعب دورا في الخرق الهرمنوتيقي لكورت مولر فولمر، وهو مأخذ في المجموعة التي حررها ماركو رافيرا. يعني أن ربما كان مشروع يعني مشروع شليرماخ ليس اللاهوت الكتابي كما كان يعني، بل دراسة جوهر اللغة. على الرغم من القراءة المكثفة والمواهب المثيرة للإعجاب بالفعل في التوليف، لم يستطع دولتي أن يأمل في إنتاج تاريخ نهائي للهرمنوتيقة، على العكس من ذلك فإنه يظل مميزا للغاية من خلال الملخصات التاريخية التي يضعها عادة اللاهوتيين البروتستانت في بداية أطروحاتهم حول التأويل بإيجاز، مذكرا أسلافه بضرورة الانضباط. لذلك من الغريب جدا أن نجعله نموذجا لا جدال فيه، إنما يمر بالتأويل بشكل عام بدءا من دولتي، والذي يظل المرجع الرئيسي للتأويل الفلسفي وبالتالي تأويل خاص بالتأويل اللاهوتي. يعني القسم الثالث هنا الهرمنوتيقة في فلسفة دولتي، منزلتها أدوارها وتأثيراتها. مهما كانت أهمية الجزء التاريخي من هذا النص من الناحية التاريخية، إلا أنه لا معنى له إلا فيما يتعلق بتأثيره أو تفكيره في المشروع الفلسفي الذي يشير إليه. على هذا النحو هو في الواقع بيان افتتاحي. إذا لم يكتشف دولتي علم التأويل في عام 1900، وإذا كانت عدة دوافع سابقة لفكرة قد أعدت إلى حد كبير المكان الذي يقدمه الآن، تظل الحقيقة أن الأشياء مكشوفة بوضوح. هنا يتم استبدال محاولة تأسيس المعرفة التاريخية في علم النفس
بمنهج يسرع على تفكير الذات المعرفة المختلفة ووحدتها التأويلية. نشر مقال دولتي في مجموعة مقالات فلسفية جمعة تكريم للفيلسوف كريستوف سيغوارد في عيد ميلاده 70. كان هذا الفيلسوف السابق موضع انتقادات شديدة من قبل دولتي، ويمكن أن نتذكر أنه في نفس العام كشف هوسير تناقضاته في المجلد الأول من التحقيقات المنطقية. يوضح دولتي أن سيغوارد كان يأمل في الهروب من علم النفس من خلال الاعتماد على نقد كانت للإمبريقية، لكنه لم يستطع إلا أن يستدعي أساسا نفسيا ثابتا لقوانين المنطق الصورية من خلال استدعاء الشعور الفوري. من الأدلة التي تميز الفكر الضروري ولكن من بين القناعات الذاتية والصلاحية العالمية للقوانين المنطقية، يمكن افتراض الارتباط إلا بين متطلبات الواجب الأخلاقي وقوانين الطبيعة. نريد أن يكون هناك انسجام تؤدي هذه الفرضية أيضا إلى فكرة وجود نظام غائي يتوافق مع الفكر، وبالتالي مؤسس في الله. لذلك يخلص دلتي إلى أن قبول ثنائي تشكل المادة يستلزم عودة الحل الميتافيزيقي، المعرفة التي تضمنها الروابط الغائية التي تربط بين المنطقية والطبيعة. هذه الروابط نفسها مضمونة بفكرة الله. يعود أرسطو والقديس توما الإكويني إلى المشهد. إن مسافة دلتي عن هذه النسخة النفسية في نهاية المطاف من الكانتية لا تدفعه للتأكيد بشكل جذري على التمييز بين الحقائق النفسية والمثالية المنطقية التي تتجاوز كل التجربية كما يفعل هوسير، ثم يذهب اتجاهه في الاتجاه المعاكس. ومع ذلك فمن المفيد أن نتذكرها من أجل فهم أفضل الأسباب التي تدفع دولتي لإدخال المنظور الهرمنوتيقي في بحثه. إن تصور محاولة بناء أساس نفسي بحث العلوم الفكر التي تسبق الأساس الهرمنوتيقي يجب في الواقع أن يكون نسبيا إلى حد كبير، أنه بالأحرى مسألة أفكار واستئناف ومراحل معقدة من التأويل. إن التوجه المناهض للشفافية الفكرة هو الذي يتضح من عدم ثقة دائم في كل تكونات المجردة، على الرغم من أنه يلجأ إلى العديد من المقولات التي تبدو لنا مجردة للغاية وليست تاريخية للغاية، ترجم في المبدأ المشهور الذي لا يمكن تتبعه بالعودة إلى ما وراء الحياة، أو إن الوعي مشروط بالواقع الذي نعيش فيه، أو بالأحرى العلاقة السابقة مع الذات من النوع متعالي لا يمكن تصورها. لكن ما يسميه دولتي التجربة المعاشة هو الكلية البنيوية المباشرة التي يظهر فيها الوعي للعالم. يتم إعطاء الحياة والفكر معا، لا يوجد وعي يعطى في نفس الوقت مع الأشياء ويعطى فيها. وهكذا فإن الانعكاس المجرد للتقاليد الفلسفية سوف يفسح المجال للتأمل الذاتي أو للمعرفة أو للمواقف الفعلية. كان هدف دولتي عندما ينتقد عدم كفاية العروض التقديمية لمنطق معاصريه ولسيما سيغوارد وولز ولوتس هو العودة من الأشكال الأولية الفكر الخطابي للعمليات التي تنطوي عن الإدراك والتي تشكل جانبه الفكري، وهي إجراءات المقارنة والتمييز وإيجاد المقارنات والهويات وتحديد الدرجات والروابط والفواصل وما إلى ذلك. قبل انقسامات المنطق السوري ستكون هناك بالتالي أفعال موجودة في كل الحياة والتي من شأنها أن تجعل من الممكن شرح كل من التجربة الحسية والفكر المنطقي، وبالتالي فإن إمكانية المعرفة لن تكمن في مجموعة من الشروط المحددة في نمط تفكير متعالي. ولكن على العكس من ذلك في موقف واقعي يتصور دولتي من خلال تتبع نشأة مقولات الحياة ومقولات الفكر أن إعادة البناء هذه هي التي يحاول دولتي العمل بها في نص الحياة والمعرفة لسنة 1892-1893، ولكن في منظور يزال مركزا على ذاتية مفردة، حيث يتم إعادة تشكيل المقولات مما يستمر في الظهور كموضوع. في هذا السداد فإن نقده للبقايا الميتافيزيقية للمنطقيين المستوحى من كانت ولا يعفيه من نقد علم النفس الذي يمكن أن يعاد إليه. في الواقع في هذا النص يسعى دولتي جاهدا لتأسيس تأويل لمقولات الفكر بناء على الخبرة التي تربط الحياة بالفكر بدلا من الاستنتاج المثالي للمقولات. إن نص ولادة الهرمنوتيقا دون أن يشير على المستوى النظري إلى حداثة أساسية يعد حلولا على أي حال لكسر الجمود الذي يبدو أن دولتي محبوس فيه. في الواقع عندما قدم دولتي في عام 1893 عدة فصول من دراسات المبكرة في مقالاته حول النظام الطبيعي لعلوم الفكر في القرن 17، فقد أشار بالفعل بوضوح التأويل يهيئ مشروعي الخاص، والذي أضاف والذي أيضا يهدف إلى تأسيس علوم الفكر هذه. بعد فترة وجيزة في عام 1895 ظهر نص في علم النفس المقارن مساهمة في دراسة الفرداني يذكر بضرورة اللجوء إلى الطريقة التأويلية والنقدية لتأسيس علوم الفكر، لكن مفهوم الفهم المستخدم يقتصر على النقل النفسي ويتم إعادة إنتاج التجربة الخارجية في داخلي بدلا من إعادة بنائها في بعدها الاجتماعي والثقافي بين الذوات. ولا يزال مفهوم الفهم مرتبا للداخلية
أو الإدراك الداخلي للحالات الذاتية. بينما يشير في نص عام 1900 صراحة الإدراك الموضوعي للمفرد إلى فهم موضوع الحياة النفسية الأجنبية من خلال تعبير، وهكذا يمتد مفهوم الفهم ليشمل حقائق تاريخية وظواهر اجتماعية وثقافية. إن ما تجلبه الهرمونوتيقة للمشروع هو الوصول إلى موضوعية الفرد والتي لم يسمح لها الإصرار بحياة ملموسة بأخذها بعين الاعتبار. من الواضح أن التساؤل الذي يقدم من خلال دولتي المرجعية التأويلية في نص عام 1900 يتجاوز نقطة التاريخ. هل يمكن رفع فهم المفرد إلى مستوى المصداقية الكونية؟ هذه المعالجة هي التي تبرر المكانة الحاسمة التي خصص لها هذا النص مولد الهرمونوتيقة لسنة 1900. تقدم الهرمونوتيقة نفسها على أنها طريقة قادرة على إنتاج إعادة بناء صالحة كونيا، ولكن ليس لكل ذلك الشامل للفردانية التاريخية. يتم التخلي عن مسار التجربة الداخلية لصالح العودة إلى الذات من التعبيرات الموضوعية، العلامات الحسية التي تظهر نشاطا نفسيا. يظل نص عام 1900 مرمجيا، ويعطي على ما يبدو مكان للصدارة، مكان الصدارة للتقاليد اللغوية والأدبية بسبب الجزء التاريخي المهم، لكنه يأخذ في الاعتبار أيضا أيا كان امتياز اللغة باعتبارها التعبير الأكثر اكتمالا عن الروح، والفن باعتبارها الأكثر تقدما. التفرد، عدم التجانس كبير للعلامات، نفس الروح البشرية تتحدث إلينا في الحجر والرخام والأصوات الموسيقية والإيماءات والكلمات والكتابات والأفعال والنظم الاقتصادية والدساتير، وتتطلب تأويلا. على ذلك يجب أن يكون لعملية الفهم خصائص مشتركة في كل مكان بقدر ما تحدد الظروف والوسائل المشتركة لهذا النوع من المعرفة. في هذه السمات الأساسية العملية هي نفسها، هي عملية هرمينوتيقية تجربة تأويلية. لذلك ليقتصر هدف الفهم على قصيدة كتبها باندار أو قصيدة لجوت، بل قد تكون أيضا الميزانية الأثينية أو منظمة نقبية أو مشاكل استراتيجية أو عسكرية دولة ما. إن الاستحضار اللاحق للروح الموضوعية الهيجلية لوصف شكل الموضوعية الاجتماعية للظواهر ذات السيلة بالفهم يلقي الضوء فقط على الاعتراف بالمجال الذي كان دولتي ينظر إليه منذ فترة طويلة. تصر الملاحق المكتوبة وخط اليد على الناس التي نشرت على توسيع نطاق الصلاحية المنهجية للتأويل إلى ما وراء الفردية النفسية. إنها تميز عدة مستويات من الفهم. أولا الفهم بالمعنى الواسع، وهو منهج أساسي لعلوم الفكر، والهدف منه هو مجموع العلاقات الدالة الموضوعة في العالم البشري المشترك والتي يجب أن يتم فصلها في نظرية مستوى المعرفة والمنطق والمنهجية. ثانيا فهم المظاهر الحسية للحياة النفسية بشكل عام والتي تنظر إلى ظواهر ثقافية ككل. ثالثا أخيرا تفسير مظاهر الحياة المكتوبة والتي تشير تحديدا إلى العلوم التأويلية، إلى العلوم الهرمونوتيقية أو الهرمونوتيقة كعلم أو كعلوم. إذا كان مثل هذا البرنامج يحيط بالنص القصير ولادة الهرمونوتيقة، فلا شك في أنه يمكن المرء أن يدرك أهمية فريدة في لحظة 1900 تخلي عن مكانتها الخاصة، تكرس الفلسفة نفسها بالكامل لمغامرة العلم الحي، العلم الفكري، العلم الروحي. إنه ينتج مفاهيم لتوضيح الانتظام وفهم البنى والهيكل والتاريخ الخاص. إنه يتيح لكل تخصص العمل من خلال استهداف التأمل الذاتي بدلا من الاستنتاج من مبادئ. يختلف الوضع المعرفي لدولتي اختلافا كبيرا عن الوضع الذي تم تقديمه لأي عالم آخر في ذلك السياق. هذا هو السبب في عدم وجود معنى يمكن مقارنته باسم فلسفات الحياة ببيركسون. سيكون دولتي مشروعا لكل من بيركسون ودوركيم، بالإضافة إلى التاريخ، محاولة الجمع بين معرفة الإنسان التي يتم تناولها باستمرار وقبل التحقيق بشكل يائس وغير كامل، ولكن يتم تحديدها بشعور نادر من التوازن. مهام الفلسفة بعد الفلسفة بالمعنى المؤكد. سوف نلاحظ أن هذا الشخص دولتي لا يزال يجد بعد عام 1900 ودافع عن شرسة سواء كان إلى جانب المنطقة أو إعادة تأسيس عقلانية مقيدة. الفلسفة كعلم صارم كما يقول هوسير، أو إلى جانب علم التأويل وعلم التفسير أو الهرمونوتيقة، التي سرعان ما ستصبح رافعة في مشروع المعرفة ذاته باسم الطبيعة التأويلية للتجربة التاريخية. إعلان تجربة الحقيقة أو الكينونة أو التقليد الأكثر أهمية من شكل المنهج أو المعرفة كما هو شأن عند دوغير، وربما يكون على حق في انتقاد دولتي وعيوبه النظرية وإغفاله وتناقضاته وتحيزاته، ولكن على الأقل يمكن أن نمنحه أنه رأى بشكل أفضل أكثر من غيره من العديد من متطلبات شكل جديد من المعرفة يأتي ليحل محل الفلسفة التقليدية هو الفلسفة الهرمونوتيقية. يتساءل المرء ما الذي كان يمكن أن يقاوم إرث دولتي؟ تم تسجيل مشروعه في لحظة 1900 التي
قدمتها أفكار 1914. بالنظر إلى التواريخ يمكن المرء أن يرى في دولتي شخص ومفكر القرن 19، فيلسوف القرن 19، لكنه على العكس مواطني القرن 19 لم يكن لديه ثقة في تقدم المعرفة ولا في التاريخ، إنه هو أسس ملاحظة لفوضى المفاهيم الفلسفية دون الإدعاء بأنه يمكننا موائمة الصراعات. لم تعد ساحة المعركة الميتافيزيقا تسمح بالحل النقدي بالمعنى الكانتي، لأن الموضوع لم يعد موجود. يمكن يجد نفسه جزء لا يتجزأ من العالم الخارجي، يقع في العالم الطبيعي. إن مفاهيم العالم محكوم عليها بالتصادم باستمرار مثل العديد من العلاقات الخاصة بالعالم، كما يعني مقولة الخبرة ونظرية المعرفة التي تأخذ المعرفة الموجودة بشكل تفكيري، تفكر في التشرذم الداخلي في يعني في تشدد القرن 19. لكن الهرمنوتيقا أو التأويل الفلسفي يأتي من أجل التأويل، من أجل فهم، من أجل تنظيم. يوسع البحث عن مقولات الحياة ويجعله راديكاليا لا تحتفظ المعرفة التاريخية إلا بإلهام منه، يضفي الشرعية للتاريخ تأمل للأفكار في حركة التاريخ الفكري والأنثروبولوجيا التاريخية التي ستنتشر بعده. شكرا جزيلا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.